تحت الضغط. أحمد عصام وسالي أحمد، سالي وأحمد عصام. سالي هتروح تسمع أغنية تهدي أعصابك وترجع لنا تاني. أحمد عصام تعالى مكان. سالي تمام؟ الأسئلة مش صعبة، لو الإجابة مش عندك هتقول إيه؟ بص اتفقنا. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة كوسوفو؟ بص. من هو الشاعر العباسي مؤلف قصيدة فتح عمورية؟ بص. فان هي أكبر بحيرة مالحة بإحدى دول الشرق الأوسط، فما هي؟ لبنان. غلط. لا مش أنا اللي أبكي هي أغنية الفنان راحل، فمن هو؟ عبد الوهاب. صح. ما هو الحيوان البري الموجود على علم دولة سريلانكا؟ دب. غلط. ما هو مجموع الأضلاع في 90 مستطيلاً؟ 90 مستطيلاً 360. صح. في عهد أي حاكم لمصر وقعت حادثة دنشواي؟ لورد كلومر. غلط. يصيب التهاب عش الغراب أحد أعضاء رأس الإنسان، فما هو؟ العين. غلط. 2 من 8. تعال مكان يا أحمد. هي المشكلة بقى، عايز أقول لك حاجة، إن كان لازم تحاول تجاوب في الأسئلة اللي في الأول حتى لو الإجابة مش عندك، كان ممكن تخمن. سليم عايزين سالي تنضم لينا. خلينا نشوف سالي هتعمل إيه. سالي عايزة تعرفي إيه اللي حصل ولا لأ؟ آه عادي. أحمد عصام سألته 8 أسئلة وجاوب 2 صح. الأسئلة مش صعبة، ولكن أحمد عصام السؤال اللي ما كانش متأكد من إجابته كان بيقول باس. تمام. ودي كانت غلطة في رأيي. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة كوسوفو؟ جمهوري. صح. من هو الشاعر العباسي مؤلف قصيدة فتح عمورية؟ متنبي. غلط. فان هي أكبر بحيرة مالحة بإحدى دول الشرق الأوسط، فما هي؟ لا مش أنا اللي أبكي هي أغنية لفنان راحل، فمن هو؟ محمد عبد الوهاب. صح. ما هو الحيوان البري الموجود على علم دولة سريلانكا؟ باس. ما هو مجموع الأضلاع في 90 مستطيلاً؟ 360. صح. في عهد أي حاكم لمصر وقعت حادثة دنشواي؟ باس. يصيب التهاب عش الغراب أحد أعضاء رأس الإنسان، فما هو؟ باس. من قام بدور رحيم في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم؟ ياسر جلال. كان الوقت خلص، هارد لك، تعالي مكاني. 3 إجابات صح من 9 مقابل 2 من 8. كان في أسئلة أنت كمان تقدر تجاوبيها صح. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. من هو الشاعر العباسي مؤلف قصيدة فتح أبو تمام؟ فتح عمورية لأبو تمام. فان هي أكبر بحيرة مالحة بإحدى دول الشرق الأوسط، فما هي؟ هي موجودة في تركيا. سؤال الخامس، ما هو الحيوان البري الموجود على علم دولة سريلانكا؟ هو طبعاً الأسد. في عهد أي حاكم لمصر وقعت حادثة دنشواي؟ عباس حلمي الثاني. يصيب التهاب عش الغراب أحد أعضاء رأس الإنسان، فما هو؟ الأذن. والسؤال التاسع إجابته عندك، من قام بدور رحيم في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم؟ ياسر جلال. هو فعلا ياسر جلال. كلنا نحيي سالي وأحمد عصام. أحمد عصام وسالي. النتيجة اتغيرت. سينيميديا كنتوا 50 وإجابتين صح، بقيتوا 60. سالي كنتوا كام؟ 90. وكم إجابة صح؟ 3 ب15 نقطة، و10 نقطة دي بقيتوا 115. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء.